قصتنا بدأت في المغارة مع صندوق غامض مليء بالإثارة. يمضي بنا لعالم مغامرة خيال وحقيقة، هذه هي الحياة. رمى الشجاعة وخلفها رامي، ولينا المحبة وسامي العبقري. بالصبر ساعة ستغدو أيامي كضوء النهار بلون انتصاري. رمى الشجاعة وخلفها رامي، ولينا المحبة وسامي صداقة ألفة وحكايات حقيقة وخيال، هذه هي الحياة. شاهدنا في الحلقة السابقة الخطر المحدق الذي عاشت به راما. قلق الأصدقاء عليها كثيراً، وخاصة شقيقها رامي. لن ننسى كيف خاطرت لالا بنفسها لإنقاذها، ونورا قررت الذهاب مع البوصلة. تعالوا معي أعزائي لنتابع رحلة نورا وأحداثا أخرى، فلنتابع. أخبريني، من هو الشخص الذي تتوقين لرؤيته الآن؟ أنا... صغيرتي، تذكري جيداً، عليك أن تكوني صادقة في كلامك حتى أستطيع تلبية رغبتك. أرغب برؤية الشخص الذي ناداني باسم السابق نايا. إليك أمنيتك. مضى وقت طويل على ذهاب نورا. أنا قلقة عليها. لولو، لماذا تأخرت نورا؟ ما أعرفه، أن البوصلة تفتح تلقائياً عندما يحين الوقت، وأن الشخص الذي بداخلها لن يصاب بأذى. وإن لم تكن هنا؟ تكون قد فقدت. أقولها بسهولة. تكون قد فقدت، هكذا جيد؟ أنا هنا حارس لرقعة اللعبة، لست ممثلاً. حارس لرقعة اللعبة لا يعلم بتفاصيلها. رامي، قل لي، ما هذا الذي تفعله؟ ذكرني لون البوصلة بالحلوى التي أحب تناولها. ما أجمل المكان هنا، لا أرغب بالعودة. لكن ماذا عن رفاقك الذين ينتظرونك؟ أحببت هذا المكان لأنك هنا يا أبي. لكنني لست حقيقياً يا نايا. لا، أنت حقيقي. أنا طيف عكسته لك المرآة، صورة تمنيت رؤيتها. لن أسمع. اسمعيني يا نايا، جئت عبر المرآة الذهبية لأراك، لا لتطلب مني البقاء. ليس الأمر بيدنا، هناك زمن حقيقي أنت ملتزمة به، لا ندري ما الذي سيحدث إن خالفته. ماذا تعني؟ حان الوقت يا نايا، علي أن أرحل. أبي، قل لي، هل سنلتقي ثانية؟ نايا حبيبتي، صدقيني، نحن أساساً لم نفترق. كل منا يسكن في قلب الآخر إلى الأبد. أبي، عندما تشتاقين إلي أصغي إلى قلبك، ستجدينني بقربك. نايا، خذي هذا الكتاب واهتمي جيداً بمحتواه، فهو سيساعدكم كثيراً أنت ورفاقك.
بعد أن أنهي حديثي معك غادري هذا المكان بأقصى سرعة. اعتني بنفسك يا نايا، ولا تنسي أنك في قلبي دائما. أبي! نورا! نورا، ما الذي رأيته في الداخل؟ حدثينا عن مغامرتك. تبدين هادئة جدا يا نورا. ها؟ ما هذا الكتاب؟ أهداني إياه شخص قابلته في رحلتي مع البوصلة. دعيني أرى، هذه هي القرميدة الذهبية التي تبحثون عنها. قرميدة ذهبية؟ لكنني أراه كتابا. من قال إنها يجب أن تكون قرميدة فعلا؟ حسنا، بما أن القرميدة الذهبية قد ظهرت فلنتابع اللعبة الآن. أظن العالم الخشبي سيكون أجمل. لا نستطيع الحكم الآن. أتمنى أن نجد طعاماً لذيذاً هنا. لم أتوقع أن أرى مناظراً بهذا الجمال. نورا، ما الأمر؟ أظن أنني سمعت صوتاً. انتهى زمن اللعبة يا رفاق، سنعود الآن إلى منازلنا. حسناً. تأخرتما عن المدرسة، استيقظا. أمي، كم الساعة الآن؟ هل تأخرنا فعلا؟ لديكما 10 دقائق فقط. 10 دقائق؟ سأحدد لكم اليوم الدروس المقررة للامتحان. سيكون عندكم امتحان شامل بعد أسبوعين. امتحان؟ ما العمل؟ ما العمل؟ ما العمل؟ يا إلهي، ما العمل في ماذا؟ في الامتحان الشامل. حظ سيء. ما المشكلة إذا كان عندكم امتحان شامل؟ انظري، هل رأيتي؟ هذا كتابك المدرسي؟ ماذا؟ انظري إلى صعوبة ما علينا أن ندرسه خلال أسبوعين. ألم تدرسه سابقاً؟ كنا نؤجل الدراسة دائماً إلى وقت آخر. ما العمل الآن؟ ما العمل؟ يجب أن نجد حلاً. استخدمي عصاك في رفع مستوى ذكائنا. هذا صعب قليلاً، لكنني أستطيع مساعدتكما في تجاوز المشكلة. Ah!
أجيب؟ حسناً أجب أنت. 20 ضرب 5 يساوي 175، صحيح؟ خطأ. ألم تلاحظ معي أن رامي وراما يغيبان طويلاً عن المنزل ولا يدرسان جيداً؟ لا تقلق يا عزيزتي، أنا أثق بهما. متى كانت آخر مرة حاورتهما؟ قلت لك لا تقلق عليهما. هذا سؤال صعب. لا أسئلة صعبة بعد الجهد الذي بذلناه. درسنا جيداً وسنحصل على درجات ممتازة. حصلنا على الدرجة. متى ستفهمين أن طريقتي مع الصغار تختلف عنك؟ بدأت الحرب في منزلنا من جديد. ماذا تفعل والدة رامي وحدها في هذا المكان؟ أي حادث هذا الذي ستتعرض له؟ وما هذه الأشكال المخيفة التي تطارد رامي وراما؟ بدأت الأمور تزداد تعقيداً. أعزائي، سنرى في الحلقة القادمة حوادث مثيرة، فتابعونا.